أهلا بكم من وطن مشاهدينا، هذه نشرة الأخبار نستهلها وإياكم بأهم العناوين. رئيسا الجمهورية والوزراء يشيدان ببيان المرجعية الخاص بالانتخابات، والكنيسة الكلدانية تطالب بآليات سليمة لإجراء الانتخابات. خلال حضوره مهرجانا انتخابيا جنوب بغداد، الفياض يشدد على ثوابت تحالف العقد الوطني بالوحدة وبناء شراكة وطنية حقيقية. بعد طرده من قبل سكان القضاء، الديمقراطي الكردستاني يستميت من أجل العودة إلى سنجار من باب الانتخابات. بعد طرده من قبل سكان القضاء، الديمقراطي الكردستاني يستميت من أجل العودة إلى سنجار من باب الانتخابات. مجرد الكرسي. غضب شعبي في ديالى على خلفية عمليات الاغتيال، وأوساط شعبية تتهم جهات بالوقوف ورائها وتهدد بتصعيد الاحتجاجات. أهلا بكم وهذه التفصيلات. إذ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن انتخابات تشرين تمثل نقطة تحول في العراق، مشيرا إلى أن يوم الاقتراع سيكون الانطلاق نحو الإصلاح. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده صالح خلال زيارته في مفوضية الانتخابات واطلاعه على تفاصيل العملية الانتخابية المزمع في العاشر من الشهر الجاري. وأعرب صالح عن تقديره لجهود مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة تأمين بيئة انتخابية مناسبة. وقد وصف صالح إجراءات المفوضية والأجهزة الأمنية استثنائية لمنع التزوير والتلاعب بالعمليات الانتخابية. هذا ومن جانبه قال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف خلال المؤتمر الصحفي مشترك مع رئيس الجمهورية برهم صالح أن أصوات العراقيين أمانة كبرى. وأشاد خلف بدوره بعثة الأمم المتحدة في دعم مفوضية الانتخابات، فيما أكدت ممثلة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت أن انتخابات تشرين ستكون مختلفة على الانتخابات السابقة. هذا وقد كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد عقد اجتماعا موسعا مع لجنة الأمنية العليا للانتخابات وأعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وبحث معهم الاستعدادات الانتخابية والخطط الأمنية بتأمين يوم الاقتراع. هذا حيث تم التأكيد مجددا على أن الكاظمي سيشرف بنفسه على الأمن الانتخابي. هذا وقد أكد الكاظمي خلال كلمته في الاجتماع على أهمية بيان المرجعية الدينية بخصوص الانتخابات وضرورة المشاركة الواسعة، مذكرا بأن الانتخابات هي الطريق الوحيد لبناء مستقبل أفضل للعراق والعراقيين. أقول للعراقيين الكرام أن مستقبل أولادكم عوائلكم تحدده هذه الانتخابات، فلا خيالنا غير صناديق الاختراع، فيجب أن نكون بمستوى المهمة التاريخية. أشيد على أيادي رجال الدين والفعالات الاجتماعية في الحث على الانتخابات وعدم المقاطعة، حيث المقاطعة سوف لا تنفع. هناك مجموعة توجيهات أقدمها للأجهزة الأمنية. نحتاج إلى تفعيل الجهد الأمني والاستخباري في المحافظات ومنع القوى السياسية والمرشحين من التأثير على إرادة الناخب. النقطة الأخرى، أهمية حيادية القوى الأمنية وخاصة أثناء يوم الاقتراع وعدم استخدامها من أي طرف سياسي، ويجب أن تحمل هذه القوات حماية المرشحين والناخبين.
هذا ومن جهته أكد تحالف العقد الوطني لفالح الفياض على أهمية المشروع والمنهج الوطني الذي يمكن جميع المكونات من الوصول إلى شراكة حقيقية لبناء مستقبل أفضل للعراق. وقد أضاف الفياض خلال مهرجان انتخابي في ناحية اليوسفية جنوب بغداد إن ما يشيعه البعض من تفرقة على أساس المكونات هو كذبة لم تنطلي على العراقيين. نحن في تحالف العقد الوطني نؤشر أن الانتخابات المبكرة التي نخوضها إن شاء الله في العاشر من هذا الشهر إنما هي كانت وصفة لعلاج مشكلة مزمنة، لذلك كانت انتخابات مبكرة. الانتخابات الطبيعية هي بعد عام من الآن، لكن كونها مبكرة تعبر عن وجود مشكلة، وهذه المشكلة الانتخابات هي أحد وصفات الحل لها. لكن إذا خضنا انتخابات بالظروف السابقة كالانتخابات السابقة وبنفس المقدمات بدون أن نغير عقليتنا في التعامل مع هذه الانتخابات أو لمن نعطي صوتنا أو نأخذ العبرة مما حصل سابقا، فلا سمح الله سنصل إلى نفس النتائج. مقدمات سيئة نصل إلى نتائج أسوأ. لكن إذا حصل الوعي وكانت هنالك البصيرة وأخذنا الدرس مما حصل قبل سنتين وأكثر من حال السيء الذي وصله البلد، نستطيع أن نعمر ونبني. نحن في تحالف العقد الوطني نجد أن العراق يتكون من قوميات ومن مذاهب ومن فرق يضمها العراق منذ آلاف السنين، تعايشوا وبنوا مجدا وبنوا حضارات، لكن جاءنا البعض ليتكلم أنكم لن تستطيعوا أن تتعايشوا معا، وهذه كذبة وهذه فرية أثبتت الأيام أنها غير حقيقية، وأن العراق بتاريخه وإرثه الحضاري وبقيمه الدينية بقيمه السامية قد سحق الطائفية تحت أقدام أبنائه. لذلك يبقى المشروع الوطني، المشروع الذي يحتضن الجميع، هو النموذج الوحيد للحل وبناء الوطن في العراق. نعم نحن من خلفيات متباينة، أنا شيعي وأنت سني وهذا كردي وهذا عربي وهذا يزيدي وهذا أشوري، لكن نشترك في مشروع بناء هذا الوطن على أسس واقعية وعملية. كل هذه الخلفيات المحترمة تسهم إيجابيا في بناء الشراكة. هذا وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت قد زارت محافظة البصرة للإطلاع ميدانيا على مستوى الاستعدادات للانتخابات. وقالت بلاسخارت خلال مؤتمر صحفي أن بعثة الأمم المتحدة قدمت مساعدات كبيرة في مجال الانتخابات، وأن 800 مراقب أممي سيشاركون في مراقبة الانتخابات، موضحة أن موضوع الانتخابات أخذ الحيز الأكبر من المناقشات مع المسؤولين في البصرة. وأشارت بلاسخارت إلى أهمية الانتخابات في العراق معتبرة إياها خطوة أولى على طريق طويل، وأكدت بلاسخارت على ضرورة إقامة الانتخابات بطريقة شفافة ونزيهة. هذا كما حدثت الكنيسة الكلدانية على المشاركة الجادة في الانتخابات. وقالت الكنيسة الكلدانية في بيان أنها تضم صوتها إلى صوت سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني على حثه في المشاركة الواعية والمسؤولة، لأنها الطريق الأسلم للعبور بالبلاد إلى مستقبل أفضل مما مضى، داعية الناخبين إلى مشاركة واسعة لأحداث ثورة بيضاء تأتي بإصلاحات مهمة تشريعية وسياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية، وبناء دولة مدنية يشعر كل مواطن فيها إنها بيتها. وعبرت الكنيسة عن أملها أن تجري الانتخابات بآليات سليمة لتشكل انعطافة مفصلية للعراق وأنموذجا على مستوى المنطقة.
هذا ومن جهته صادقت مفوضية الانتخابات على قرارين جديدين فيما يتعلق باستخدام بطاقة الناخب البيومترية قصيرة الأمد، إضافة إلى موضوع زيارة المسؤولين في الدولة إلى المفوضية وموظفيها. أكدت ذلك المتحدثة باسم المفوضية نبراس أبو سودة، مؤكدة أن مجلس المفوضين أصدر قرارين جديدين يمنع إحدهما زيارة المسؤولين والنواب إلى مجلس المفوضين في المكتب الوطني. فيما يخص الثاني موضوع استخدام بطاقة الناخب الإلكترونية قصيرة الأمد، حيث سبق وأكدت مفوضية الانتخابات وجود إجراءات تحقق وتدقيق مكثفة سيتم اتخاذها بحق مستخدمي هذه البطاقات، وذلك لضمان سلامة التصويت وعدم استخدامها مرة أخرى. وفي هذا الإطار أكد المحلل السياسي أحمد المياحي أن الانتخابات لن تأتي بتغيير كبير في الوجوه السياسية، وبالتالي فلن يكون هناك تغيير كبير في السياسات المتبعة في مرحلة ما بعد الانتخابات. وفي حديث سابق للمحلل معنا الآن فليتفضل. مسألة يعني رئاسة الوزراء ومسألة الاستحقاق والمساومة من قبل بعض الكتل السياسية وخاصة الكتل الكردية أصبحت سنة بالعملية السياسية، وبالتالي أنا أعتقد لو كان هناك يعني في هذه الانتخابات يعني انتفاضة حقيقية للشعب وتغيير وجوه كثيرة، سوف يتم اختراق البرلمان وإنهاء هذه الحقبة اللي هي حقبة المساومات والتنازلات. للأسف الشديد يعني الرؤساء الوزراء السابقين كانوا يعطون تنازلات أكثر من يعني من استحقاقات للإقليم. الإقليم ما عندنا مشكلة، الشعب الكردي شعب له، ولكن أنا أتحدث عن السياسيين الكرد عندما يعني يستغل هاي الفرصة ويأخذ أكثر مما هو مستحق، كما شاهدنا في الموازنة عندما يطالبون ب 17% وهم مستحقهم 12% إلى آخره، وبالتالي المتضرر الأكبر هو المحافظات الوسط والجنوب. لا يوجد إعمار، لا توجد يعني سكن صحيح، لا يوجد تربية وتعليم، مستشفيات متهالكة، وبالتالي أعتقد هذه المساومة مستمرة إذا ما أنتجت يعني نفس يعني منتجات البرلمانات السابقة. أنا أعتقد سوف يكون هناك اختراق بشكل أو بآخر من قبل الشباب، وهذا الاختراق قد يؤدي إلى يعني تحجيم هذه العملية بشكل أو بآخر، ولكن بشكل عام العملية مستمرة إلى أن يعني ينتهي موضوع التحالفات وينتهي موضوع الكتل الكبيرة. يعني هنا يجب أن نعالج مسألة الدستور، يعني المادة 76 يجب أن تعالج بشكل أو بآخر حتى نخلص من هذه القضية، قضية المساومة، لأن الحقيقة الخاص الأكبر هو الوسط والجنوب. هذا وكانت لجنة الأمنية العليا للانتخابات قد نفذت الممارسة الفعلية الميدانية الثانية الخاصة بتأمين العمليات الانتخابية وإجراء الفحص الميداني والواقعي لجميع مراكز الاقتراع في بغداد والمحافظات. وذكرت اللجنة في بيان أنها قامت بتنفيذ الممارسة الفعلية الميدانية الثانية لتأمين الانتخابات برئاسة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري. وقد تضمنت العملية إجراء الفحص الميداني والواقعي لجميع مراكز الاقتراع في بغداد والمحافظات، كما شارك في تنفيذ العملية كافة أعضاء اللجان الميدانية والاستخبارية والإدارية والإعلامية والعديد من ضباط الارتباط في عموم العراق. وقد أشار البيان إلى أن الهدف من الممارسة هو الوقوف على مدى جاهزية القوات الأمنية بكافة صنوفها على توفير الأمن الخاص بالعملية الانتخابية المسمع إجراؤها في العاشر من الشهر الجاري. هذا وقد أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي أن قوات ضارية ستكون جاهزة للتدخل فورا في أي طارئ انتخابي. وقال العزاوي أن الحكومة أعطت ضمانات بحماية العمليات الانتخابية في كل المحافظات العراقية من خلال رسائل لكل المرشحين المشاركين بأنه لا توجد خروقات ولا تجاوزات، مضيفا أن هناك قوات ضاربة ستكون جاهزة في كل محافظة للتدخل فورا عند أي طارئ يمس أمن الانتخابات أو عمليات الاقتراع أو محاولة الضغط على الناخبين، مبينا أن حماية العملية الانتخابية وإبعاد أي مؤثرات من ضغط أو تهديد على
على الناخبين هي بداية صحيحة لخلق التغيير المشهود من خلال صناديق وليس أدوات أخرى. هذا وقد أعلن مكتب انتخابات ذي قار تمديد فترة توزيع بطاقة الناخبين إلى الخامس من شهر تشرين الجاري. وقال المكتب في بيان أن التمديد بتوزيع بطاقة الناخبين سيستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المصادف الخامس من تشرين الأول، مضيفا أن التمديد يساهم في استلام أكبر عدد ممكن من الناخبين لاستلام بطاقتهم الانتخابية. هذا وقد أفاد في ذي قار أيضا مصدر أمني بحدوث شجار مسلح في مدينة الناصرية بسبب خلاف على رفع دعاية انتخابية لأحد المرشحين. وقال المصدر أن شجارا عنيفا استخدم فيه الرصاص الحي وقع بمنطقة حي أور وسط مدينة الناصرية أدى لإصابة شخصين بجروح، لافتا إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث على الفور وقامت باعتقال عدد من المنتسبين أو المتسببين بالحادث. وأضاف المصدر أن أسباب الحادث تعود إلى خلاف على رفع دعاية انتخابية لأحد المرشحين في الناصرية. هذا وقد دعت النائبة الأزيدية السابقة فيان دخيل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والأمم المتحدة للقيام بمهامها في الانتخابات في سنجار. وذكر الدخيل في بيان أنه بعد قيام قوات مسلحة غير عراقية بمنع مرشحي حزب كردستاني عراقي من القيام بفعاليات انتخابية أباح دستور العراقي الاتحادي في مدينة سنجار وبعد الاستهانة بالسيادة العراقية بوجود القوات العراقية، لابد من خطوات عاجلة من أجل منح الحظوظ المتساوية كل المرشحين ضمن قضاء سنجار وتوابعه. وقد طالب دخيل الحكومة بإيلاء الاهتمام الخاص بسنجار وأوضاعها واستخدام رئيس الوزراء لصلاحياته من أجل منع أي تلاعب أو تأثير من أي جهة كانت بخيارات الناخبين. كما حمل الدخيل فريق الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة في حال عدم أخذه لدوره في المراقبة الشديدة في سنجار وما حولها. كما طالب دخيل المفوضية بإيجاد مراكز انتخابية بديلة وأمنة خارج سنجار لتأمين أصوات أهل سنجار من عبث العابثين حسب قولها. وفي هذا الإطار ذكر نائب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني نيجرفان بارزاني أن الإقليم يسعى إلى تطبيع الأوضاع في سنجار وإخراج المجاميع المسلحة منها بالتعاون مع الحكومة الاتحادية والأطراف الدولية حسب قوله. وقال بارزاني في كلمة له خلال مهرجان انتخابي لمناطق دهوك وسنجار وسهل نينوى أنه من الضروري أن يتولى السكان المحليين شؤون سنجار، مضيفا أنه يعمل مع الحكومة العراقية لإعادة إعمار مناطق الإزيديين ومعتبرا أن القضاء يعيش أوضاعا سيئة ويتعين تطبيع الأوضاع فيه والتوصل إلى حل جدي يرضي جميع الأطراف هناك.
ولمزيد من المعلومات حول توزيع الدوائر الانتخابية وأعداد المرشحين في محافظة ديالى نستمع إلى شرح مفصل للزميل شيبان سامي. السلام عليكم مشاهدينا قناة وطن، الآن نشرح لكم خريطة الدوائر الانتخابية لمحافظة ديالى التي خصص لها 14 مقعدا مقسمة بين 10 مقاعد للرجال و4 مقاعد للنساء. يتنافس عليها 164 مرشحا من بينهم 112 من الرجال و52 من النساء موزعين على 4 دوائر انتخابية كالتالي: الدائرة الانتخابية الأولى دائرة بعقوبة تضم مناطق بعقوبة وبهرز وكنعان والتحرير والعبارة وخان بني سعد، وتتمثل بخمس مقاعد في البرلمان يتنافس عليها عدد من المرشحين من بينهم حسين عبد الزبيدي المرشح عن تحالف العقد الوطني. أما الدائرة الانتخابية الثانية دائرة المقدادية وتضم مناطق المقدادية وأبي صيدا والوجيهية وبلد روز ومندلي، وتتمثل بثلاث مقاعد في البرلمان يتنافس عليها عدد من المرشحين من بينهم الدكتور حسن عبد الله التميمي المرشح عن تحالف العقد الوطني. أما الدائرة الانتخابية الثالثة دائرة الخالص وتضم مناطق الخالص والعظيم والمنصورية وهبهب، وتتمثل بثلاث مقاعد في البرلمان يتنافس عليها عدد من المرشحين من بينهم محمد حسين الجبوري المرشح عن تحالف العقد الوطني. أما الدائرة الانتخابية الرابعة دائرة خانقين وتضم مناطق خانقين وجلولاء والسعدية وقرة، وتتمثل بثلاث مقاعد في البرلمان يتنافس عليها عدد من المرشحين. صوتك مستقبل وطن. اقتصاديا، كشفت وزارة النفط عن حجم حاجة العراق من الغاز الطبيعي يوميا، فيما وضعت موعدا تقريبيا لاستكمال المشاريع الحالية وتقليل الاستيراد. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان الكميات المتوفرة في العراق للغاز محدودة، مبينا ان الطاقة المجهزة من قبل الوزارة هي 1500 مليون قدم مكعب قياسي باليوم الواحد، واضحا ان حاجة المحطات اكبر من ذلك بكثير. واشار جهاد الى ان الوزارة تضطر الى استيراد نحو 750 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم الواحد لسد الحاجة. وقد أضاف جهاد أن تشغيل مشاريع الغاز التي يعمل العراق عليها حاليا يحتاج من 3 إلى 4 سنوات وستدخل بالتدريج للخدمة، مشيرا إلى الأخذ بالحسبان التنامي في الطلب المحلي، وبالتالي يجب مواكبة الموضوع بمشاريع أخرى لسد الحاجة المحلية. هذا وعودة لكم وإلى ديالى. أعلن مسؤول حكومي من عودة النشاط إلى منفذ مندل الحكومي بعد ركود دام 3 أسابيع متتالية. وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي أن نشاط منفذ مندل الحدود مع إيران عاود الارتفاع بنسبة 5%، منهيا حالة الركود التي استمرت نحو 3 أسابيع. وأضاف الخزاعي أن هناك زيادة واضحة في عدد التجار وشركات المستوردة للبضائع والسلع الإيرانية، فيما قال عاملون في المنفذ أنه سيستقطب تجارا من 7 محافظات فضلا عن بغداد، وأن معدل الإقبال زاد بنسبة 20% في الأشهر الخمسة الماضية، مضيفا أن الوضع الأمني قرب من المنفذ من الطرق الرئيسة ساعد في استقطاب التجار والشركات لتقليل كلفة النقل. هذا وقد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن إحباط محاولة هدر وتلاعب في المال العام بأكثر من 87 مليون دينار بمنفذ طرابيل الحدودي. وقد ذكرت الهيئة في بيان أن جهود الهيئة مستمرة في التصدي لمحاولات الغش والتلاعب ومنع الهدر بالمال العام، مشيرا إلى تمكن العاملين في منفذ طرابيل الحدودي من إحباط عملية هدر للمال العام تمت من خلال التلاعب بالرسوم الجمركية والضريبية لمعاملات أنجزت في المنفذ، وذلك بعد عملية تدقيق وتحر أسفرت عن ضبط عجلتين محملتين بحمولة أسلاك وكابلات كهربائية، وتم اتخاذ الإجراءات وإحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق. وفي محافظة ميسان، إذ نظم السكان تظاهرات بالقرب من ناظم الكحلاء للمطالبة بإطلاق الحصة المائية.
هذا وأكد شهود عيان أن المتظاهرين من مناطق الكحلاء وبني هشم والمعيل والعدل والعديل وقرية أم النعاج تظاهروا قرب ناظم الكحلاء في ميسان للمطالبة بإطلاق الحصة المائية المقررة بعد تعرض أراضيهم الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية للجفاف. قد أضاف المصدر أن المتظاهرين أغلقوا جسر الناظم في مركز مدينة العمارة وباشروا بفتح بوابات الماء باتجاه مناطقهم. ولمزيد من الإضاءة على هذا الملف عبر سكايب المحلل السياسي أثير الشرع، بداية لم يبقى سوى أهلا بك أستاذ أثير، أهلا بك في استديوهات وطن. أهلا بكم. بداية أهلا بكم سيدتي. أهلا بك. لم يبقى سوى أياما قليلة في الانتخابات ونلاحظ هناك تصعيد في الصراع الانتخابي وأحيانا مخالفات انتخابية كبيرة ورشق وتضارب بالنيران وأطلاق نار، كيف تقرؤون هذا الحراك؟ نعم نعم، تحية طيبة لكم، تحية طيبة لمشاهديكم تابعكم الكرام. يعني كل الانتخابات في كل دول العالم تشهد الكثير من الخروقات الأمنية والكثير من المنافسات، كون أن هذه الانتخابات تأتي لربما كل 4 سنوات، البعض كل سنتين. يعني إذا عملية إثبات وجود أهمية هذه الانتخابات في العراق الدورة الخامسة تكمن بأنها لربما هناك مرحلة تغيير قادمة، والكل يعلم بأنه الفوز بعدد من المقاعد في هذه الدورة هو يعني مكتسب كبير جدا، ولربما ضمان المساهمة في العملية السياسية القادمة. الآن يعني هذه الدورة الخامسة التي أتت بعد مظاهرات عارمة جابت بغداد والمحافظات وبعد مطالبات بأن تكون هناك انتخابات مبكرة، حصلت هذه الانتخابات، لكن ما يأسفنا هو كثرة المطالبات بالعزوف عن هذه الانتخابات ومقاطعة هذه الانتخابات، وهناك الكثير من الإشاعات بأن هذه الانتخابات لربما تكون محسومة، لكن هذا على العكس تماما. نحن ما نلاحظه بأنه يعني رئيس الوزراء الذي انسحب من هذه الانتخابات ولم يشارك أصلا بهذه الانتخابات، وهناك تحدي من قبل السلطة التنفيذية ورئيس مجلس الوزراء تحديدا على إنجاح الدورة الخامسة، هذه يعني هذه الانتخابات المقبلة التي ستقام في 10 أكتوبر الحالي. كذلك المجتمع الدولي مهتم جدا بهذه الانتخابات، وطبعا نسبة التحديات كبيرة بأنه إنجاح هذه الانتخابات بالنسبة للمجتمع الدولي والحكومة الحالية كبير جدا. إذن الدعوة إلى المنافسة الشديدة والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات هذا لا يليق بعملية سياسية كالعراق مثلا. يجب أن تكون هناك منافسة شريفة، منافسة حقيقية، خصوصا أننا شهدنا تغيير في قانون الانتخابات، كون أن الانتخابات السابقة كانت عبارة عن دوائر مفتوحة مغلقة والآن عبارة عن دوائر متعددة. الآن لنستفيد كشعب عراقي من هذه الانتخابات ولنختار من يعني يمثلنا داخل قبة البرلمان ومن نعرفه، خصوصا انه هذه كما قلت الانتخابات مناطقية، اذا الشخصيات كلها معروفة ومعلومة لدينا، لكن البعض لربما من الأحزاب. نعم أستاذ أثير انقطع الاتصال مع أستاذ أثير، شكرا لك. هذا وقد وجه وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني باتخاذ إجراءات قانونية بحق المتجاوزين على ناظم الكحلاء. وذكرت الوزارة في بيان أن عددا من الخارجين عن القانون قاموا بالهجوم والعبث بتشغيل ناظم الكحلاء في محافظة ميسان، مضيفا أن الحمداني وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، محذرا من أن مثل هذه الإجراءات والعبث بهذه المنشآت الحيوية سيحرم محافظة البصرة بالكامل من حصتها المائية. هذا ويعاني أهالي منطقة بوب الشام من الإهمال وتردي الخدمات، عزين ذلك إلى سوء الإدارة وتفشي الفساد، وسط المناشدات لأهالي المنطقة المستمرة للجهات الخدمية دون اتخاذ أي إجراءات للحد من سوء الخدمات. شيبان سامي والتفاصيل.
عندما ترسم في مخيلتك منطقة بوب الشام ستجدها من أفضل مناطق بغداد، لكن الواقع يتحدث عن الإهمال الكبير وسط مطالبات الأهالي من المرشحين الجدد بتوفير كافة الخدمات التي فقدوها طيلة السنوات الماضية. احنا نطالب من أهل المنطقة جاي احنا نترشحهم وننتخبهم، العوادات مال المنطقة تبليط ما كامل على النص، مدارس قليلة يعني عندنا، مستشفيات بعد علينا هم هواي، واحنا شو نريد منهم؟ واحنا ننتخبهم على العين وعلى الراس، بس كون يعني يقومون بواجب المنطقة، مو ننتخبهم هم كل شيء ما مسوينه. هاي هسه الشارع عافوا على النص وراحوا، نروح ليهم ونقول لهم كملوا لنا ما حد يدير لنا بال. منطقتنا عايزة تبليط، هيا نص ونص عافوها ومشوا، الكهرباء ضعيفة، الماء ضعيف، هيا مدارس قليلة، مو ذيك المدارس. وأجل شيء كل سنة جهانة تقعد بالقاع بيهم أربع مسوينها أربع وجبات وماكو تدريس ماكو تعليم. نفس الشيء ظلت الانتخابات، أنا بالنسبة لي انتخب وأكو ناس بيها ما تنتخب، أكو ناس يقول إحنا صار كم سنة من 23 إلى حد الآن ماكو كل شيء ما سوون. مرتضى باسم أحد أطفال المنطقة اصطحبنا وشرح لنا عن كمية الإهمال، وخير دليل على ذلك نصب أعمدة الكهرباء داخل الشارع ناهيك عن باقي المشاكل كالتبليط ورفع النفايات وتوفير أراضي كبيرة من قبلهم لبناء المدارس، والنتيجة كلام فقط. المدارس هاي أمين انصرف مدارس، اعطينا قياعين من يمنا، اعطينا دوالن بس ما حد ما اتجه لنا أبد، اي ما حد اعطانا على حسابنا الخاص، اعطانا قياعين بس ما حد ما بنا، لا مستوى صيف لا مدارس. شوف هاي تراب، هاي سائر القريه شنو ذنبها؟ باكر عقبه تصير هنا امطار والمي يطب وياهم للبيوت، شنو ذنبها؟ هاي شو اتكلم لك على ابو الشام؟ هاي شوف هاي ترابتها وصاختها، هاي تولى بنص الشارع. لا احكي لك على ابو الشام مظلوم يا اخوي. لا تختلف منطقة بوب الشام عن باقي المناطق التي تفتقر إلى أبسط وسائل العيش الكريم، آملين من الجهات المختصة بتوفير كافة الخدمات إليهم. شيبان سامي، قناة وطن، بغداد. أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الأحد أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل لجنة لتطوير مدينة أور، واصفا المشروع بأنه ضخم وحيوي واستراتيجي. وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لوضع الرؤى والخطوط العريضة لتطوير مدينة أور الأثرية نظرا لقيمتها التاريخية والأثرية وما لاقته من تسطيط إعلامي ودولي بعد زيارة قداسة البابا إليها، مضيفا أن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي تولى الإشراف على اللجنة وعقد عدة اجتماعات وخرجت بتوصيات بينها تخصيص مبالغ لإنشاء البنى التحتية، مؤكدا إنجاز المرحلة الأولى منها إضافة إلى تأهيل مقبرة ومنزل النبي إبراهيم عليه السلام وكذلك أعمال التنقيب. وقال مجيد أن المشروع يتضمن إنشاء مدينة متكاملة تحتوي على مرافق دينية وتراثية وأثرية وسياحية، كما أنه سيخدم محافظة ذي قار وسيفتح باب السياحة الدولية إليها. هذا وقد أكد العديد من أبناء عشيرة بني عتبة في ديالى أن تصعيد قادم إذا لم يكن هناك اهتمام بقضية الضابط المغدور. وقال الشيوخ ووجهاء العشيرة أن جريمة استشهاد المقدم سرمد العتبي قبل أكثر من أسبوع وسط المقدادية من قبل عصابات التهريب والمخدرات المدعومة من قبل جهة معروفة في ديالى تحولت إلى قضية رأي عام لأنها تأتي في سلسلة جرائم لعصابات باتت توازي داعش في أفعالها، مشيرا إلى تظاهرات سلمية خرجت قبل أيام في ديالى مطالبة بتدخل الحكومة وفتح تحقيق شامل لكشف جرائم العصابات في ديالى. وفي حال عدم الاستجابة سيكون هناك تصعيد من خلال تظاهرة شعبية كبيرة، ولم يتم التهاون في المطالبة بدم الضابط المغدور. We'll be right back.
هذا وقد أكد عضو مجلس عشائر جنوب الموصل خالد الجبوري على ضرورة وقف عملية عودة عوائل أبناء داعش من مخيم الهول السوري إلى مخيمات نينوى. وقال الجبوري أن الحكومة تتصرف بشكل فردي ولا تستمع لسكان محافظة نينوى، مضيفا أن الموصل ما تزال تعاني من خطر تحركات داعش والخلايا النائمة للتنظيم الإرهابي، وأن عودة عوائل الإرهابيين من مخيم الهول سيوتر الوضع الأمني وتكون نتائجه وخيمة وكبيرة، مطالبا بوقف هذه العودة أو توزيعهما على المحافظات. هذا وقد علق قائد عمليات الأنبار الفريق الركن ناصر الغنام اليوم الأحد على انفجار العجلة المفخخة في الرمادي. وقال الغنام في بيان أن أبطال شرطة الأنبار تصدوا لعجلة مفخخة كان الإرهاب يحاول يائسا استهداف إحدى دوائر الشرطة فيها، مضيفا أن الشرطة دمروا العجلة وقتلوا سائقها دون أضرار وخسائر. وفي نبأ لاحق وجه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتكريم منتسب الشرطة الذي تصدى للعمليات الانتحارية. وفي تفاصيل الهجوم الإرهابي الفاشل في الرمادي، أوضحت خلية الإعلام الأمني تفاصيل انفجار المفخخة. وقال بيان لخليات الإعلام أنه من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية تمكنت القوات الأمنية في محافظة الأنبار من محاصرة عجلة يقودها إرهابي انتحاري في شارع مية الخادم في مدينة رمادي، مضيفة أن القوات الأمنية قامت بإطلاق النار عليه مما دفع هذا الإرهابي تفجير نفسه داخل العجلة دون حدوث خسائر بشرية أو مادية. هذا وأخيرا ومحليا، إذ أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن الوصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وقالت الوزارة في بيان أن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية أعلنت عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من خلال مرفق كوفاكس بكمية تبلغ 1,155,000 جرعة، وتم توزيع اللقاح لكافة محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان. هذا ختام النشرة وتذكرون بأهم العناوين. رئيسا الجمهورية والوزراء يشيدان ببيان المرجعية الخاص بالانتخابات، والكنيسة الفدانية تطالب بآليات سليمة لإجراء الانتخابات. خلال حضوره مهرجانا انتخابيا جنوب بغداد، الفياض يشدد على ثوابت تحالف العقد الوطني في الوحدة وبناء شراكة وطنية حقيقية. بعد طرده من قبل سكان القضاء، الديمقراطي الكردستاني يستميت من أجل العودة إلى سنجار من باب الانتخابات. غضب شعبي في ديالى على خلفية عمليات الاغتيال، وأوساط شعبية تتهم جهات بالوقوف ورائها وتهدد بتصعيد الاحتجاجات. شكرا للمتابعة وإلى لقاء آخر.